1400 اتصل بي ضابط الدوريات رائد عبد الجبار اخبرني وجد حادث وفاه مشتبه بيده داخل مستشفى الكاظميه. توجهنا محل الحادث لاحظت الدوريات الموجوده محل الحادث ظاهر ميته بالمستشفى الجديه تعرفنا عليها مجديه فميته بالمستشفى بدون هويتها. فمدى جاي شقيقها واختها المتوفيه ياخذون الهويه فمدى ياخذون الهويه ياخذون وياها الفلوس يعني قواني عندها مال الجديه تسول ياخذوها. فتم اتصال بالسيطره من قبل المواطنين يعني جت دورياتنا باسرع وقت دوريات النجده حضرت محل الحادث. وجهتنا السيطره المركزيه اكو حادث مشاجره ضمن منطقه الحريه الثانيه. تدينا منطقه الحريه الثانيه، عند ما توجهنا الحادث المشاجره لاحظنا اشخاص يخرجون من دار وبالقرب من الدار اكو سياره من نوع سايبر شايلين قواني مال الفلوس ويحطون بداخل السياره. مباشره القينا القبض عليهم وتحفظنا عليهم. الى ان علمنا مراجعنا انطينا نداء للصيدله انه ماكو حادث مشاجره. مجرد اشخاص يحملون كميات كبيره من المال يعني داخل قواني داخل هاي السياره والقينا القبض عليهم. بعد ذلك انطينا نداء لمراجعنا واستحصلت الموافقات انه نتحفظ على هذا المكان وما نخلي اي شخص يتقرب لا للعجله ولا للدار. جمعنا جميع المبرزات وانتقلنا بها لمركز الشرطه وحاليا راح يتم تسليم اجراءات وصوليه داخل المركز بعد العدل الفني.